الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. برنامج إشارات، ونحن في أجل الأيام وفي أعظم الأيام. يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم 10 ويوم 11 من ذي الحجة من أفضل الأيام عند الله، كما رواه أبو داود في السنن. ونحن في يوم الأضحى، ولا شك أن الناس دائما يذكرون قضية الفداء الكبرى. وإذ قال إبراهيم عليه السلام لولده إسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحك. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا فيه معنى عظيم من المعاني. علينا أن لا نقف على معنى أن إبراهيم عليه السلام أراد أن يذبح إسماعيل هكذا فقط، لكن علينا أن نقف إلى ما وراء ذلك، وهو أن الله جل وعلا أجل شيء في حياتنا، وأنه يقدم على الوالد والولد، وعلى الزوجة والعشيرة، وعلى القبيلة والتراب، وعلى المال والحظوظ. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إبراهيم عليه السلام وهبه الله إسماعيل وهو كبير، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فوهبه الله عز وجل هذا الغلام وهو كبير، فبشرناه بغلام حليم وبغلام عليم. لما ينجب الرجل وهو كبير يكون تعلقه بهذا الغلام كبيرا، لأنه أوتيه بعد عناء ومشقة. وكان الابتلاء عظيما والاختبار جليلا، وكان اختبارا حقيقيا ولم يكن تمثيليا. إذ أن إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح الولد، ورؤيا الأنبياء حق، فما كان منه إلا أن يذبح. والأنبياء وإبراهيم خليل، وقد قال الله عز وجل لإبراهيم: أتدري يا إبراهيم، كما عند أبي نعيم في الحلية، لما اتخذتك خليلا؟ قال: لأن العطاء أحب إليك من الأخذ. العطاء إن تدي أكثر مما تشيل، أجزوا البد أكثر مما يشيل، تشبه لن يكون خليلا، لأن ربنا قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا، ورسول الله قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. يعني لا يوجد خليلان في الأولين والآخرين غير نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وجده إبراهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام أجمعين. الابتلاء عظيم. ربنا ما قال لو أضبحوا في أي وقت. فلما بلغ معه السعي شب الغلام، وصار يتفاعل مع والده، وصار يعبر عن مشاعره، وصار يعينه، وصار بينهما نوع من أنواع التواصل. فلما بلغ معه السعي، حاجة ذات في سن خطيرة، سن صعبة، بقى عمره 13-14 سنة، قال لي أضبحه. طوالي ناداه، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يقول العلامة ابن القيم: إبراهيم عليه السلام أحب ولده، ولما أمره الله عز وجل بذبح ولده أراد الله أن يذبح بعض الأمور في قلب إبراهيم ليكون خليلا حقا، وليكون لله عز وجل صدقا. ولذلك في الأثر: لما رددت إلينا قلبك بكلياته رددنا إليك ولدك يا إبراهيم. وهذا معبر عنه بقوله تعالى: فلما أسلما. وهذا الذي ينبغي أن يستفاد، كمال الاستسلام لله جل جلاله في علاه، أن نقدم طاعة الله، وأن نقدم رضا الله، وأن نقدم أوامر الله على كل شيء. حس الآن الناس يقول لك: والله نحن عارفين ده الصح، لكن الناس يقولوا علينا شنو؟
في اي حاجه داري يعملوا حفله ويغنوا ويرقصوا ويهددوا، تقولون ده ما صح، ده في الشريعه ما في. الغناء للنساء فقط في صاله وبدون موسيقى وما في اختلاط، والعروس يجيبوها في كوشه، ده كله حرام. يقول لك والله يا شيخنا عارفين، لكن الناس يقولوا علينا شنو؟ يعني انتوا كان قال لكم اضبحوا جناكم كنت تسوي شنو؟ انتوا ما قادرين تتخلوا عن ابسط المحرمات طاعه لله. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، الناس قايلين التدين عباره عن شعائر تعبديه، تصلي وتصوم وتقع وتقوم وتمشي الحج وتجي وحجينا وتعمل الجير في البيت، ويا داخل هذا الدار صلي على النبي المختار صلى الله عليه وسلم حجا مبرورا، بس ده الدين. وضبحنا الضحيه وضحيتنا احسن من ضحيتكم، ده الدين. وين الدين في حياه الناس؟ الدين انه تكون انت داير تعمل حاجه وبتحبها ومتعلق بها وتترك طاعة لله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، الناس دارين دين بالمزاج، دين ما يصادم في أهواء ولا حظوظ ولا شهوات. والناس كلها بتطلع الضحية، يقول لك ضحينا، عارفين تضحوا لشنو؟ لأن نبي من الأنبياء ربنا قال ليه أضبح ولدك، ما قال لي الله يا أخي ده دين شنو ده؟ نضبح أولادنا؟ ده دين شنو ده؟ ما قال كده طوالي. فلما أسلما وتله للجبين ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. حتى أن الولد أمر والده أن يتله للجبين، يقلب على وشه ويضح بورا، قال لي حتى لا تقع عينك في عيني فترق لذلك، وربما لا تطاوعك نفسك حتى تكون أطوع لربك. عشان كده نعم الولد الذي يعين والده على طاعته وبره. وهنا أيضا لابد أن نقف مع الآباء والأبناء، وكيف تكون العلاقة بينهم. مش الناس يقول لك ضحينا ومشينا صلينا وخلاص، لا لا ما يكفي. يا سلام، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ربنا قال إن هذا لهو البلاء المبين، الله قال ده بلاء مبين. يا أخي الناس حس ما قالوا لهم أضبح أولادكم، قال لهم ما تعملوا حرام، ما تعملوا النسوان في المسلسلات العريانات، ده ما قادرين عليه، ما تكذب، ما تأكل حق الناس، يعني ما قال لك أضبح جناك. ما هو شوف الدين كالآتي: أن تقدم رضا الله على هوى النفس، من لم يستطع ذلك فلا يقول أنه عابد لله، لم يعرف الله ولم يعبده. ده الدين، المحك العملي للدين عندما تصطدم تكون في بيعة كاربة وقروش كثيرة ولكنها حرام تتركها مع الناس، مع أن الناس يحبون المال حبا جما، تخليها طاعة لله. لما نفعل ذلك نكون بلغنا حقيقة التضحية وحقيقة الفداء وحقيقة الأضحية وحقيقة يوم عيد الأضحى. ثم لابد أن نذكر آباءنا وإخواننا وأمهاتنا وأخواتنا في يوم العيد أنه يوم عفو وصفح. ذبحتم الأضاحي، اذبحوا الحقد واذبحوا الحسد وضحوا بالكراهية وانحروا الضغائن من قلوبكم. إذا خرجتم إلى المصلى بثياب بيض، وهكذا ينبغي أن تكون السرائر والضمائر، ما بالكم بأقوام خرجوا إلى المصلى بثياب بيضاء وقلوب سوداء يحملون الحقد على إخوانهم. والبلاد فيها من الفتن وفيها من المشاكل وفيها من القبليات وفيها من الأحقاد. على العيد أن يكون نقطة تحول فاصلة في حياتنا، إنه يوم عفو ويوم صفح ويوم تقرب لله. ولا تنسوا في يوم العيد أرملة فقدت عائلها وعشيرها وسندها وعضدها بعد الله جل وعلا، لا تنسوا يوم العيد أيتاما فقدوا والدهم وطلته البهية عليهم يوم العيد، فقلوبهم منكسرة ودموعهم باكية. أهدوا إليهم من الطعام، وأهدوا إليهم من اللحم، وأهدوا إليهم من الأضحية، ليكون العيد عيدا لنا جميعا. في العيد تتجلى قيم الأمة وتظهر ثقافة الأمة. لكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. العيد تتجلى فيه قوة الأمة بخروج جماعي واجتماع كبير وأجواء صادحة وصادعة ومجلجلة بالتكبير والتهليل والتعظيم لله جل جلاله، وبعودة إلى البيوت وبتواصل وتصافح، تتصافح الأيدي وتتصافى القلوب. ينبغي أن نحقق المعاني الأساسية وأن نحقق
القيم الرئيسة في يوم العيد ليكون عيدنا عيدا سعيدا. اتقوا الله في أنفسكم وقوموا بما أوجبه الله عليكم من حقوق، أدوا الصلوات الخمس في وقتها، صلوا أرحامكم، أحسنوا الجوار. أيها الشباب كونوا سردا للأمة وعرضا للمجتمع وعدة للأوطان وذخرا لأسركم. لا تشتغلوا بما لا ينفع. أيتها المرأة التزمي حجابك وحشمتك، هي أجمل ما عندك، هي زينتك، هي تاجك. يا أيها الحكام أطيعوا أوامر ربكم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. أيها السياسيون اجتمعوا على كلمة سواء واتفقوا على المصالح الكلية والأمن القومي وأساسيات البلد ومصلحة المواطن، بعيدا عن المكاسب الشخصية والمزايدات الحزبية الضيقة. إنها دعوة للجميع في يوم العيد أن يرجعوا إلى الله جل وعلا. بروا آباءكم وأحسنوا إلى زوجاتكم، وليكن أسعد الناس بكم أهل بيتكم. كنوا على خير، واظبوا على الصلوات في المساجد، وعظموا هذه الشعيرة، أدوا زكاة أموالكم أيها الأغنياء، تكافلوا وتراحموا. إنها وصايا وتوجيهات عامة في يوم العيد لأمة الإسلام. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم، ويوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.